بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنخصص لقاء اليوم إن شاء الله للتذكير بالمعطيات والقواعد الجزئية الخاصة بأسلوب النداء، وبعد ذلك سننجز مجموعة من الأنشطة التطبيقية المتعلقة به. فأسلوب النداء كما تعلم من الأساليب اللغوية التي نوظفها في تواصلنا اليومي، وبداية وللتذكير بالتعريف الخاص بأسلوب النداء أطرح عليكم السؤال الآتي: ما المقصود بالنداء؟ نعم، الإجابة هي النداء طلب إقبال من تناديه أو إثارة انتباهه إلى ما ستقوله. أعيد، النداء هو طلب إقبال من تناديه أو إثارة انتباهه إلى ما ستقوله وتخبره به. وما هي عناصر أسلوب النداء؟ جيد، إنه يتألف ويتكون من عنصرين اثنين. العنصر الأول أداة النداء، والعنصر الثاني المنادى. نتوقف في بداية الأمر مع أدوات النداء، فكما تعلم هي أدوات متنوعة ومتعددة، وذلك مرده إلى اختلاف وظيفتها. فأدوات النداء هي: أ للمنادى القريب، أي للمنادى القريب كذلك. يا للمنادى القريب والبعيد. أيا للمنادى البعيد. هيا للمنادى البعيد. آ للمنادى البعيد كذلك. إذن من الأدوات ما يستعمل للمنادى القريب، ومنها ما يستعمل للمنادى البعيد، ومنها ما يستعمل معا للمنادى القريب والمنادى البعيد. فنستعمل للقريب أ وأي، وللبعيد أيا هيا آ. الأداة يا تستعمل معا للمنادى القريب والبعيد. الآن ننتقل إلى العنصر الثاني وهو المنادى، لنذكر بأحواله ويصح أن نقول أنواعه، ثم نذكر بحكمه الإعرابي. المنادى أعزائي قد يرد مضافا، أي مضاف إلى غيره، وقد يرد شبيها بالمضاف، والشبيه بالمضاف كل اسم تعلق به شيء من تمام معناه على غير جهة الإضافة، وقد يرد علما مفردا،
والعلم المفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ويدخل فيه المثنى والجمع. ويرد كذلك نكرة مقصودة يقصد بها شخص معين، وقد يرد كذلك نكرة غير مقصودة لا يقصد بها شخص معين. إذن أحوال أنواع المنادى أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو علما مفردا أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. نتحدث في الختام عن حكمه الإعرابي. المنادى إما معرب أي منصوب، وإما مبني أي يبنى على ما يرفع به الضمة أو الألف إذا كان مثنى، أو الواو إذا كان جمع مذكر سالم. ونتساءل متى يكون معربا أي منصوبا ومتى يكون مبنيا. يكون معربا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، ويأتي مبنيا إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. وبعد هذا التذكير المختصر ننتقل إلى الجزء الثاني في هذا اللقاء، وسنخصصه لإنجاز مجموعة من الأنشطة والتمارين التطبيقية. التمرين الأول يقول الشاعر: قلت يا طيفا يعيق الليل في سيره، هل أنت جن أم بشر؟ قال مغتاظا وفي ألفاظه رنة الهزء: أنا ظل القدر. وإذا قلت يا طيفا يعيق الليل في سيره، هل أنت جن أم بشر؟ قال مغتاظا وفي ألفاظه رنة الهزء: أنا ظل القدر. المطلوب منك أيها التلميذ ومنك أيتها التلميذة أن تستخرج أسلوب النداء من المقطع الشعري، وبعد ذلك تعمل على تحديد عناصر الأداة والمنادى. الإجابة: أسلوب النداء في المقطع الشعري يتحدد في قول الشاعر: يا طيفا هل أنت جن أم بشر؟ الأداة التي وظفها هي يا، والمنادى المقصود بكلام الشاعر طيفا. جيد، أحسنتم. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. بين حالة المنادى في كل جملة
من الجمل الآتية: الجملة الأولى: يا سائق السيارة كن حذرا. الجملة الثانية: أغافلا عن ذكر الله تنبه. الجملة الثالثة: أيا أحمد اجتهد في طلب العلم. المطلوب هو أن تحدد المنادى وأن تبين حالته. المثال الأول: يا سائق السيارة كن حذرا. المنادى في هذا المثال هو سائق السيارة، حالته حسب ما ذكرنا به في بداية اللقاء هو مضاف. أغافلا عن ذكر الله تنبه، المنادى غافلا، حالته نكرة غير مقصودة. أيا أحمد اجتهد في طلب العلم، المنادى أحمد، حالته علم مفرد. ننتقل إلى التمرين الثالث. اعتماداً على معطيات الجمل المقترحة أدناه، حدد أداة النداء ثم حدد المنادى مبيناً حالته وحكمه. الجمل: الجملة الأولى: أأحمد أتقن عملك. الجملة الثانية: أيا فاعل الخير أبشر. الجملة الثالثة: يا أيها الفنان أمتعنا. الجملة الرابعة: هيا تلميذا ثابر. الجملة الخامسة: أيا كاتبا الدرس تمهل. إذن سنحدد أداة النداء والمنادى ونبين حالته وحكمه. المثال الأول: أأحمد أتقن عملك. أداة النداء أ، وهي من الأدوات التي تستعمل للمنادى القريب. جيد، المنادى أحمد، حالته علم مفرد، حكمه جيد مبني على الضم في محل نصب. قلنا المنادى إما معرب أو مبني. معرب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، ومبني إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. أيا فاعل الخير أبشر. الأداة أيا، وهي من الأدوات التي نستعملها للبعيد. المنادى فاعل الخير، فاعل مضاف إلى غيره، إذن حالته مضاف، حكمه منصوب. المثال الثالث: يا أيها الفنان أمتعنا. الأداة يا، وهي تستعمل للبعيد وتستعمل للقريب كذلك. المنادى أي، حالته نكرة مقصودة، حكمه مبني على الضم في محل نصب. المثال الثالث: هيا تلميذا ثابر. الأداة
هيا، وهي من الأدوات التي نستعملها للبعيد. المنادى تلميذا حالته نكرة غير مقصودة، حكمه منصوب. المثال الخامس، أيا كاتبا الدرس تمهل، أداة النداء أيا، وهي من الأدوات التي نستعملها للبعيد. المنادى كاتبا الدرس حالته شبيه بالمضاف، حكمه منصوب. إذن أعزائي ننتقل إلى التمرين الرابع. املأ الفراغ في الجمل الآتية حسب المطلوب بين قوسين. الجمل، الجملة الأولى، يا حافظ على نظافة حيك. الجملة الثانية، الإتقان سر النجاح. الجملة الثالثة، أيا احذر الإهمال. الجملة المطلوب هو ملء الفراغ بمنادى مناسبا، ويشترط في الجملة الأولى أن يكون علما مفردا، وفي الجملة الثانية نكرة مقصودة، وفي الجملة الثالثة مضافا. اقتراحة متعددة ومتنوعة أقترح عليكم للجملة الأولى ما يلي: يا خالد حافظ على نظافة حيك. الجملة الثانية: أعامل الإتقان سر النجاح. الجملة الثالثة: أيا طالب العلم احذر الإهمال. إذن أحسنتم، وننتقل ونختم بهذا التمرين الرابع. التمرين الخامس أعرب الجملتين الآتيتين إعرابا تاما: يا تلميذان، ثم يا متهاونا تنبه. الجملة الأولى، يا تلميذان، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تلميذان، جيد. منادى وهو نكرة مقصودة، مبني على الألف لأنه مثنى وهو في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف وجوبا. يا متهاونا تنبه، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. متهاونا، منادى نكرة غير مقصودة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تنبه فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
بهذا أحبائي نكون قد أنهينا وختمنا لقاء اليوم. أحسنتم وشكرا على تفاعلكم، وبالتوفيق إن شاء الله.